الشارع الرياضي والسوشيال ميديا والمنصات الاجتماعية، فأريد أسألك هذا السؤال المهم جدا في هذه الحلقة: ما حقيقة احتجاز المدير التنفيذي لنادي القوة الجوية الفريق رحم دخيل؟ أريد شهادة حق في هذا اليوم. رحم دخيل الله يفكشته هو فريق متقاعد من 4 سنوات، قضية ما متعلقة بنادي القوة الجوية بعيدة كل البعد عن نادي القوة الجوية، قضية شخصية تخصه هو ومدنية، ولهذا محتجز عليها. القضية مدنية ابدا، ما تخص نادي القوة الجوية، لا من قريب ولا من بعيد، لا مو الناس تناولتها. صحيح، سمعت انا بقريت. لا ابدا، خلي اسمع جمهورنا الرياضي وبالاخص جمهور نادي القوة الجوية، شغلته بعيدة كل البعد عن نادي القوة الجوية. ممتاز. هو كان منصب المدير التنفيذي بالمناسبة، عندي تعقيب على هذا، مو على نادي القوة الجوية، بالمناسبة على المدير التنفيذي في الاندية. قانون 18 ترى ما بي مدير تنفيذي، تقاطع بالصلاحيات. قانون 18 بيمين سر وبيمين مالي، من يصير تعيين يسمونه مدير تنفيذي ومدير مالي بالخليج هذا موجود. فانت ما طول اكو امين سر منتخب واكو امين مالي منتخب، ترى ماكو مدير تنفيذي، مو بس عندنا، وزاره الشباب بدها توجه الانديه خلوا مدير تنفيذي وكذا. انا مستغرب.